هذا خبر المعتمد بن عباد الملك الشعير ملك شبيليا في الوسط ابنه الرابع محمد الصغير من الجانب الآخر الزوجة ديالو اعتماد الرومايكية زوج المعتمد التي شاركته في نعيمه وبوسه. نعطيك واحد النبذة قصيرة مفهومة على المعتمد. ديما كنتكلم معك نعمسي في القرن الحادي عشر الميلادي عهد الدولة المرابطية بالمغرب وعهد الإسلام في الأندلس. وتنتكلموا على المعتمد شكون هو؟ المعتمد هو أبو القاسم محمد الملقب بالمعتمد على الله ابن أسرة عربية عريقة نزحت من العريش إلى الأندلس. أصله وسلالته من عريش مصر. ازداد المعتمد هذا في البرتغال في مدينة بجة سنة 1040 ميلادية. درس دراسته الأدبية والشعرية ما بين بجة وشلب دائما بالبرتغال. عينه أبوه المعتضد عاملا بشلب وهو ابن الثالث عشر من عمره. كان ذكي العقل. كان آنذاك جنوب البرتغال يشمله الإسلام مع الأندلس. ورث عرش أبيه المعتضد في إشبيلية سنة 1969 ميلادية في عمره 29 سنة. كان ملكا وشاعرا. كان من أعظم شعراء عصر ملوك الطوائف في الأندلس وفي نفس الوقت كان على رأس ملوك الطوائف. كان أقواهم وأغناهم وأكثرهم أدبا وشعرا وأوسعهم مملكة وأصغرهم سنا وأكثرهم بدخا وطرفا ونعيما وإلى آخره. إلى أن بدأ ألفونس السادس ملك قشتالة ملك الصليبيين آنذاك بدأ يحارب ويضايق الإسلام في الأندلس. المعتمد هذا بمشاورة مع قضاة وعلماء الأندلس استنجد آنذاك بيوسف بن تشفين. طلب من يوسف أن ينقذ الإسلام في الأندلس. نعم ذهب يوسف بقوة عظيمة جاز بها البحر حارب ألفونس السادس حرر الإسلام في الأندلس حررت بلاد الأندلس. رجع يوسف إلى المغرب إلى بلاده. مرت فترة زمنية رجع ألفونس يتجبر ويتقوى على المسلمين داخل الأندلس حتى حس ملوك الطوائف بالخناق. عاود جا المعتمد هذا برجله قاصدا إلى يوسف بن تشفين يطلب منه النجدة الثانية. لباله يوسف طلبه الثاني. ذهب بقوة عظيمة مقدارها 20,000 فارس جاز بها البحر حارب ألفونس السادس. وقعت المعركة المشهورة التي تسمى بمعركة الزندقة أشهر معركة في تاريخ الإسلام. انتصر فيها يوسف على الصليبيين حرر بها الإسلام في الأندلس وحررت بها بلاد الأندلس. وراء هذا التحرير بقى المرابطين لفترة الاستراحة في الأندلس لفترة الاستراحة من عناء الحروب في الأندلس. في هذه المدة ابن المعتمد الأكبر اسمه الرادي لما شاهد المرابطين بقوا في الأندلس حس أنه سيستعمرون الأندلس. ذهب وتحالف مع الصليبيين ضد المرابطين. ابنه هو الذي ورطه في الورطة التي وقع فيها.
لولا اجتهاد يوسف ستنصر أم على يد المعتمد وابنه، لولا اجتهاد يوسف لن يزيد الإسلام 300 سنة في الأندلس. آنذاك يوسف في أقرب وقت جمع علماء الأندلس وعلماء المشرق العربي وأفتاهم في المعتمد وملوك الطوائف بالإجماع. علماء الأندلس جابوا يوسف قالوا له: نحن نريد ترسيخ الإسلام في الأندلس وتحرير الأندلس، ولا يهمنا من سيحكم الأندلس. آنذاك المرابطين قضوا على ملوك الطوائف بالإجماع، وحصر المعتمد في إشبيلية لمدة شهر، ثم حصر في قصره ولن يسلم نفسه للمرابطين إلا بالسيف. وأتوا به أسيرا مقيدا من اليدين والرجلين من إشبيلية إلى طنجة، إلى قلعة فيزاز بنواحي مكناس، إلى أغمد. هنا اختاروا له هذه المنطقة باش ينفيه فيها، لأن هذه المنطقة تشبه مناطق الأندلس، الجبال، الثلوج، المياه، المناخ إلى آخره. جابوا هو وجوج البنات والولد والزوجة، وبقى المعتمد هنا في القصر 4 سنوات إلى أن توفي ديسمبر 1095 ميلادية، سنة وفاته. توفيت الزوجة هي الأولى ثم الإبن، والمعتمد هو الأخير. لما توفي هو الأخير البنات غادروا أغمال، بوتين يقال أنها مدفونة بتدلى وسعدة بفاس. باختصار ما أمسي باش ما نطولوا عليك. هنا يرتج شخصيته ويخاطب قبره، يقول: الحمد لله وحده ولا يدوم إلا ملكه. قبر الغريب سقاك الرائح الغادي، حقا ظفرت بأشلاء ابن عبادي. بالحلم بالعلم بالنعمة إذا اتصل، بالخصب إن أجدب بالريل الصادي، بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا، بالموت أحمر بالدرامة العادي، بالدهر في نقام، بالبحر في نعام، بالبدر في ظلام، بالصدر في النادي. نعم هو الحق حاباني به قدر، من السماء فوفاني لميعادي. كفاك فرفق بما استدعت من كرم، رواك كل خطوب البرق رعادي. ولا تزل صلوات الله دائمة على دفينك لا تحصى بتعدادي. أبيات قالها المعتمد بن عباد عند موته وطلب أن تكتب على قبره وكتبت. في بناته عنوانها العيد في أغماد. فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة، فساءك العيد في أغمات مقصورة. ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس لا يملكن قطميرا. برزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حصيرات مكاصرة. يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. لا خد إلا ويشتكي الجذب ظاهره، وليس مع الأنفاس ممطورا. أفطرت في العيد لعادة ساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا، فردك الدهر منهيا ومأمورا. من بات بعدك في ملك يصر به، فإنما بات بالأحلام مغرورا مغرورا.
صاحبة يوم الطين. يوم الطين هذا شاهدت ذات يوم طلعت فوق شرفات قصرها بإشبيلية وكانت الأمطار تتهاطر، شاهدت بائعة لبن في الشارع تبيع لبن لبن لبن، حفيانة الرجلين عريانة الرجلين تمشي في الأحوال، وتشهت باش تخرج تهية بحال هذيك بائعة لبن. لما دخل عليها المعتمد قالت له تشهد تمنيت أن أخرج لأتمشى مثل بائعة لبن في الشارع في الأحوال. قال لها وخا نعم، هو أتى لها بالمسك والكافور وعود القمارة بها بودر غبرة إلى قصرها وملأها خص مثل هذه بماء الورود وماء الزهور، وبدأت تملأ ماء الزهور وتفرغ في المسك والكافور وتتمشى عليه وتتمرغ فيه هي وبناتها وجوارها. هذا يوم الطين. إلى أن أتى بها الزمان إلى أغمات شغلت عند بعض الناس، لما رجعت من عندهم أتت بدجاجة أرادت أن تنصبها على إناء طيني على كانون عادي، لما دفعت الأعوال الخشب إلى الكانون انقلب لها ذلك الطين ذلك الإناء. رجعت إلى المعتمد زعفانة طائشة العقل، قالت له لم أرى معك يوم أبيض، وهو يذكرها بيوم الطين. قال لها حتى يوم الطين ليس بيوم أبيض. حميد بن عباد يقول علل فؤادك قد بل عليل، واغنم حياتك فالبقاء قليل، لو أن عمرك ألف عام كامل ما كان حقا ليقال طويل، أكذا يقود بك الأسى نحو الردى، والعود عود والشمول شمول، بالعقل تزدحم الهموم على الحشا، فالعقل عندي أن تزول عقوله. هذا المعتمد، وهذا لسان الدين بن الخطيب ابن الأندلس ابن غرناطة، كان عالما كبيرا وشاعرا كبيرا، زار قبر المعتمد في بداية القرن الرابع عشر الميلادي وقال عليه هذه الأبيات. قال لسان الدين بن الخطيب عند زيارة قبر المعتمد بن عباد بأغماد، قد زرت قبرك عن طوع بأغماد، رأيت ذلك من أول المهمات، لما لا أزورك يا أند الملوك يدا، ويا سراج الليالي المدلهمات، وأنت من لو تخطى الدهر مزرعه إلى حياتي لجادت فيه أبياتي، لو بقيت إلى عصر هذا لكتبت عنك ومدحتك وقلت فيك الكثير. لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى أمان 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 حبي جمال فتنى أمان 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 أمان